سعادة اللواء، نتكلم بداية عن استراتيجية الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الخاصة لإسعاد موظفيها. اتجهت الإدارة العامة إلى محورين، محور مرتبط بتوظيف المناسبات الوطنية والعالمية لإسعاد موظفيها، والمحور الثاني مبني على المبادرات والبرامج والمنهجيات اللي تدعم هذا التوجه. تميزت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دائما بحصولها على المراكز الأولى في السعادة الوظيفية. لما نعرف الأساليب المتبعة في قياس نسبة سعادة الموظفين عندكم؟ لأن إحنا في قامة دبي في عندنا مقياسين نقيسهم. المقياس الرئيسي في عندنا اكتسابان داخلي نعمله كل سنة، أو المقياس الثاني يمكن مش مطبق كثير يسمون مؤشر السعادة اللحظي. يعني أنت بقولك أنت حين يجي الدوام تبصم دخول مباشرة يجيك سؤال أنت سعيد اليوم؟ لكن إذا قلت أنا مسعيد مباشرة النظام يعطي تنبيه أو ألارم أحمر لوحدة تنظيمية اسمها قسم السعادة ويحل مشكلة معك.